رجال ضيوف اللي بيشرفونا النهارده في الاستوديو. شرفني منة الله خالد، اهلا بيك يا منة. كمان شرفني يا عمرو احمد يسري، اهلا بيك يا عمرو. مبدئيا كده عايز اتعرف على مبادره الاعمال الالكترونيه العالميه، ايه هي وايه موضوعها؟ هي مبادرة إعلامية إلكترونية، هي كل اللي بتقوم بيه التوعية عن الأعمال الإلكترونية في مصر، خصوصا للشباب. المشروعات الجديدة تبقى يعني قايمة من خلال الإنترنت، وكمان هي بتجمع ما بين الناس اللي هم عايزين يعملوا مشروعات، وما بين المستثمرين، ما بين خبراء الإنترنت. بنجمعهم ونبتدي نشوف إيه التحديات الموجودة، ونحط لها إحنا حلول ممكن تتنفذ حقيقي، لأن اوريدي احنا معانا أصحاب الأفكار ومعانا المستثمرين الخبراء، فممكن بعد كده تتحول لحقيقة. طيب كويس. هل المبادرة بتعتمد على العمل التجاري بس؟ لا العمل لا التجاري اللي له علاقة بالإنترنت بس ولا في كل المجالات؟ لا في كل المجالات، لأن هو حتى هم بره. احنا المبادرة دي أصلها بدأت من سنة 2007 تقريبا، تمام. وكانت زي ما منى قالت، بدأ على فكرة إن احنا نبقى منتقل للمسؤولين عن عامة الأعمال، عامة أيا كانت تجارية أو حتى فكرية أو ثقافية وات ايفر يعني. إنما هي أي نوع من أنواع الأنشطة اللي ينفع اللي أنت تعمله راننج أو تشغله عن طريق الإنترنت بيبقى معانا. حتى لو حصل إن يعني عندنا نشاط زي البيع والشراء مثلا، حاجات لازم تبقى ماسكها بإيديك وكده، ممكن جدا يبقى الإنترنت ساعتها بس وسيلة لعرض المنتجات، وأنت برضو بتعرض المنتج وتروح تعمل له أوردر وتشتريه وكل حاجة. فهي مش مقصوره على موضوع على نشاط معين، انما هي بالعكس هي بتسهل لكل الانشطه، يعني بتسهل عمليه البيع والشراء لو تجاري او عمليه العرض والطلب لو ايا كان المنتج اللي انت بتعمله، لان هي سهله جدا دلوقتي الانترنت في كل حته. الشباب او الكبار حتى بقوا بيتعاملوا على الانترنت بشكل سهل جدا، فبالعكس انت بتعمل لهم بتنقل لهم السوق لغايه عندهم يعني، فما بقتش مقصوره على حاجه. طب انت لما تيجي تنقل السوق لغايه عنده، هل هي دي الوسيله الجذب الوحيده ولا في وسائل جذب اخرى؟ انك انت بتيسر له ان المنتج يبقى قدام بيته يبتدي يفتح ويشوف وينقي زي ما هو عايز. هقول لك حسب انا بجذب مين. انت قصدك انا بجذب الرعاة ولا السبونسر؟ قصدي اللي بيشتري نفسه. اوكي. يعني هل ممكن يبقى المبلغ اقل من انه مثلا يلاقي في اعلان في التلفزيون او في محل مثلا جنبه بيبيع بالقسط مثلا؟ معنى انت عندك دلوقتي الانترنت بقى. هقول لك لا، هي الفكره اللي انت ايه المينلي يعني الموضوع، مش يعني خلينا نبعد شويه عن البيع والشراء عشان ده مثال ليه ده شويه نموذج. ليه نموذج ليه شويه مواصفات معينه، تمام. انما كشكل عام انت بتجتذب كل شخص يعرف يخش الانترنت ايا كان هو بيعرف يعمل ايه كويس. على الانترنت بقى. لما هو طالما له اكسس عليك، لان هو بيعرف يوصل لك، فانت كده بتعمل له جذب كويس جدا. بالاضافه ان انت النوع ده من الشغل او من البيزنس يعني تكلفته بسيطة جدا، خلاص سهل جدا سريع جدا، ودي الحاجات اللي بتقوم اي شغل، اللي هو يبقى رخيص شوية تكلفته، يكون سريع، يكون بيتميز بان هو متغير. طيب هل بيبقى من خلال المبادرة دي في فرص عمل للشباب ولا لا؟ احنا بنديهم يعني هم اوريدي بيبقوا ناس عايزين يعملوا مشروعات اوريدي، فاحنا بس يعني بنساعدهم ان هم يبرروا فكرتهم دي ويلاقوا شركات تمويل اللي تساعدهم على تمويلها. فيعني احنا زي نقطة التقاء ما بين تواصل. وكمان يعني احنا كنت عايزة اضيف حاجة لكلام عمرو، ان احنا كمبادرة احنا اوريدي يعني مؤسسة غير هادفة للربح خالص، يعني مش بنهدف للربح، وان الوعي للاي كوميرس بس محتاج يعني ان حد بيبيع وبيشتري، يعني ممكن يبقى وعي. ده الويب سايت بتاعكم بالمناسبة؟ ده الويب سايت بتاعنا. فهي جزء من الوعي اصلا، فكرة زي الحكومة الإلكترونية دي حاجة برضو بتساعد، تمام. بتجيب استثمار. فالوعي على الإنترنت مش بس بيقتصر على بيع وشراء أو حاجة معينة، في قطاعات كتيرة جدا. فاحنا نفسنا يعني شفنا لما إن الشباب خلال الثورة استفادوا من الإنترنت إن هما يطلعوا بثورة، فأنت ممكن تعمل شركات، ممكن تبني يعني تعمل اقتصاد رقمي في مصر ويبقى قوي جدا عن طريق الإنترنت، كويس. يعني زي ما عملناه في وعي سياسي ممكن يبقى وعي اقتصادي طب يعني. هل في تعاون مع بعض الخبراء والمتخصصين ولا لا؟ طبعا بقوة كمان، يعني احنا حتى في ناس من بره مصر كتيرة جدا، اصدقائنا وناس دكاترة في الاقتصاد، هم اللي بيحطون الاستراتيجي بتاعة الموضوع ده. حتى لو حد جه عنده مشروع فكرة حتى ومش عارف يعمل ايه فيها، مش عارف ازاي يخليها تمشي،
احنا عندنا خبراء في ناس في المانيا حتى مصريين، انما هم دكاتره في الجامعه في تمام المانيا، وده شيء جميل ان احنا مصريين اللي خرجوا بره المصريين خرجوا وعلوا من بالظبط الدول ديت واستفادوا بقى هم كمان يفيدونا احنا كمان حاليا عندنا عندنا على الثوره دي او كمان احنا في الامارات مثلا محمد حوايج ده كان صاحب الفكره الرئيسيه، تمام هو شغال يعني تقريبا هو يعني صاحب الرياده في الموضوع ده في كتير قوي من الويب سايتس في الامارات. فلا احنا عندنا يعني خبره جدا في المجال ده، بيدونا استراتيجيز كامله عن الحاجات دي ممكن تمشي ازاي لينا وللشباب اللي بيجوا لنا، او حتى لو احنا بقى عندنا احنا عايزين مبادره نعمل مشروع معين هو اللي بيبقى الباك جراوند بتاعتنا كويس. طب لما بيجي شاب عنده فكره لكن هو مش عارف ازاي يبتدي ومش عارف الاتجاه هيعمل ايه، هل انتوا في اللحظه دي بتساندوه بكل الاحتياجات اللي هو محتاجها ولا لا؟ احنا بنعمل يعني عندنا كذا نشاط بنعمله زي ورك شوبس، يعني بنعمل ورك شوبس عن كل حاجه ريليتد، وبنعمل يعني فيديو ريبورتس، المفروض نعمل تقارير للفيديو دي تنزل على الانترنت عشان تبقى متاحه لكل الناس، مش مجرد بس ان انت هتبقى مقيد انك لازم تيجي عندنا. كمان بيبقى في مؤتمر سنوي، ده بيبقى كل سنه، والسنه دي هو هيبقى يعني هو هيبقى السنه الجايه في مصر ان شاء الله، وهيبقى الموضوع بيدور حوالين المدفوعات الالكترونيه في الدول الناميه. يعني انا يعني دلوقتي احنا مثلا عندنا مشكله زي مثلا الدعم ده، مثلا ده مشكله كبيره، انت ممكن اوريدي لو استخدمت الانترنت الناس مش تحتاج تروح تقف طوابير او كده عشان ياخدوا السلعه، اوريدي ممكن بس يسجلوا يعملوا ريجستريشن والحاجه تجيلهم او هم مجرد يروحوا يستلموها. فممكن في حاجات كتير، مثلا لو انت عايز تقطع تذكره طياره مش لازم تروح شركه طيران بنفسك، ممكن تحجزها عن طريق الانترنت. فكل دي في الدول الناميه حاجات مش موجوده. انا كويس انا معاك في الحته دي، ولكن انا سؤالي بيجيني، انا دلوقتي شاب وعندي مشروع ومش عارف ابتدي منين. هسمع برضو الجزئيه دي بشكل خاص، بس نشوف معانا التقرير اللي احنا بنطلق فيه شعار مهم جدا، بطل وغير. هنبطل ايه وهنغير ايه؟ نشوف التقرير. من النهارده هنبطل نقول مين مسلم ومين مسيحي، كلنا مصريين. من النهارده هنبطل نعمل اقسامات في غير اوقات العمل، هنفكر بس في الشغل والانتاج. من النهارده هنبطل كل واحد ياخد حقه بايديه. من النهارده كلنا مستويين قدام القانون. يا ريت نبطل حكايه حط الحواجز في الشارع عشان ده بيت مسؤول كبير. من النهارده الشارع ده لينا كلنا وهنحافظ عليه. يا ريت نبطل ونغير، ونبطل كل سلبيه ونغير كل سلبيات ونجعلها ايجابيات، لان ده اعتقد ان هو اللي هيفيدنا كلنا. نعود لضيوفي مره ثانيه، وانا دلوقتي عندي مشروع، هل لما انا ابتدي اتواصل معاكم هتقدروا تحطوني على التراك الصح اللي انا هبتدي اتحرك فيه، ولاي مدى تقدروا تساعدوني؟ هقول لك، احنا عندنا بالذات لما حد يبقى جايب مشروع لازم بيعدي على كذا مرحله عندنا كده. اولا اللي هو المشروع ده مصنف ايه؟ هل هو مشروع بس ينفع ما يبقاش فيه برودكت، ما يبقاش فيه منتجات ماديه؟ يعني مثلا بيكتب قصص، مثلا هو عايز يعمل قصص، يبقى بيجي الاول فتره التصنيف. يعني انت هاجي مشروعك ايه؟ انا ببيع كذا كذا او بعمل كذا كذا، يبقى انت مصنف في الحته دي. طب انت محتاج راس مال قد ايه؟ طيب لو افرض انت ما تعرفش انت محتاج راس مال قد ايه، طب تعالى نقول لك ازاي الاول تعمل راس مال، تعمل موازنه لنفسك بشكل بسيط جدا، يعني عن طريق الفيديوز او عن طريق البرزنتيشنز اللي احنا بنعملها، او عن طريق الحاجات اللي بتجي لنا من بقول لك الناس اللي هم بره محترفين في الكلام ده بيبعتوهم. هل ممكن يتم التواصل ما بين الشاب وصاحب الفكره او المشروع مع المتخصصين؟ طبعا طبعا، هم المتخصصين دول عباره عن جزء مننا من المبادره، ان هم شباب زينا بس هم اجتهدوا شويه وبقوا خبره في الموضوع بره، زي ما قلت انت طلعوا بره وعملوا حاجات كويسه جدا، فهم ليهم كونتاكت معانا شخصيا، وساعات بينزلوا مصر يعملوا ورك شوبس تابعنا برضه فري، في الناس كلها ممكن تحضر عادي. فهو خلاص هيتعلم يعمل موازنه، هيبقى محتاج قد ايه؟ طب انت محتاج كذا، طب هل انا هعرف اجيبه له ولا يساعدني هو نعرف نجيب الفلوس دي مع بعض؟ يعني انا هو عنده فكره وانا وسيط ما بينه وما بين الناس اللي هم ممكن يدفعوا فلوس.
زي ما كانت منى بتقول في الاول، انا عباره عن ملتقى للاثنين. انا اعرف ناس كتير ممكن يجيبوا تمويل الناس دي، والايديا ميكرز او الناس اللي عندها فكره ممكن ما تبقاش تعرف او مش عارفه الطريقه عامل ازاي، فانا ممكن اوصلهم بده. بالاضافه ان انا بقى كخدمات انترنت او كفكره ان انا هذه الاعمال كلها ستدار الكترونيا، ده بيوفر حاجات كتير وبيسهل حاجات كتير جدا، اللي هو ممكن جدا ممكن حتى هو يستفيد مني ان انا يا سيدي هعمل لك الويب سايت بتاعك خلاص، وهعمل لك اداره الويب سايت ده، انت كل اللي عليك ان انت بس تعمل المجهود بتاع المنتج نفسه، وانا مش هاخد منك فلوس، انا بس وسيط. كويس، انت فاهم؟ بس طب ما انت لازم تقول مش هاخد منك فلوس. طب انت هتستفيد ايه؟ هستفيد ان لما الوعي ده يحصل. لا لا خالص، لا خالص، انا احنا منظمه غير هدفها الربح اصلا. لا بس فرضنا ان في حد عايز يعمل اعلان عندك على الموقع على الويب سايت، لو حد صاحب، لو شاب صاحب فكره عمره ما هيبقى عايز يعمل اعلان، انما لو حد من الممولين عايز يعمل اعلان هاخد منه فلوس طبعا. تمام. انما الفلوس دي هتروح فين؟ هتروح في تحسين اداء الشركه اللي ماسكه مشروعات الناس. صح. انت فاهمني؟ انما عمرها ما هتبقى في شكل ارباح، لان ده الاستراكشر، ده الهيكل الاساسي لينا، ان انا مش بهدف للربح. الاسلوب اللي ده المبدا العام ليه. انت فاهمني؟ خصوصا لو في حاجه حتى دلوقتي في البلد معروفه جدا اسمها اللي هو التسويق اللي عن طريق شبكه الانترنت. الموضوع ده لو احنا مشروع المبادره بتاعتنا عملت اللي عليها، الموضوع الانترنت او التسويق الالكتروني ده هينتقل برؤوس المال بدل ما هي من الدولار للجنيه المصري. وبالتالي بدل ما الناس تشتري برودكت من بره، منتجات من بره وتدفع بالدولار، لا هتشتري من هنا وتدفع بالجنيه، وبالتالي عجله الاموال هتدار هنا وليس بالخارج. ده تمام. طيب انتوا بتجهزوا للمؤتمر خلال الفتره الجايه؟ عايز اعرف ايه موضوع المؤتمر ده؟ هو هيبقى مدته 5 ايام زي ما قلت قبل كده، ان احنا نبتدي نشوف تحدي موجود اوريدي في العالم، يعني على تجاره الانترنت. فاحنا اخترنا السنه دي الموضوع هيبقى مدفوعات في الدول الناميه. فاول يومين ده هيبتدوا البارتيسيبنتس معانا، هم هيبقوا يعني ناس من مصر وناس مش من بره مصر. تمام. يقعدوا يفكروا ازاي ممكن نحل المشكله ديت، وايه اللي هي التحديات وازاي نحلها، وايه اللي هي التوصيات اللي هنطلع بيها. وده هيكون بالتعاون مع ناس برضو خبراء في الانترنت وليهم مشروعات قبل كده. وبالنسبه لثالث يوم هيبقى سكسس ستوريز بقى، ناس اوريدي عملت مشروعات ونجحت فيجوا يشاركونا بيها. ورابع يوم هيبقى زي شركات تمويل، معرض من شركات التمويل سواء من بره مصر او من جوه مصر، علشان يبقى في احتكاك مباشر ما بين الشباب اللي عندهم افكار ما بين شركات التمويل. وبالنسبه لاخر يوم هنختار احسن 3 افكار طرحت من الشباب، وهنديهم زي جوائز ماليه عشان يبتدوا بيها. تمام. ده شيء جميل قوي. احنا للاسف الوقت انتهى، لكن بنبقى محتاجين نوصل رساله لكل الشباب اللي بتتابعنا النهارده، فهنبتدي الرساله هنقولها لهم ايه؟ انكم خليكم متفائلين وخليكم ماشيين ورا مشروعكم، لانكم ان شاء الله كده هننفذوا يعني بدل في مخكم. ان شاء الله. عمرو؟ ان شاء الله. يعني كل واحد فينا عنده حاجه كده جواه بتبقى تنفع عمل صغير كده، يفضل زي ما من قالت يفضل وراه، الفكره هتبقى ان شاء الله حقيقه. الموضوع سهل جدا والله، بس هو الواحد لما بيصر على حاجه بتكمل ان شاء الله، فبس يعمل اللي عليه، يبذل مجهود، وان شاء الله الحاجه هتكمل ان شاء الله. عمرو احمد يسري ومينة الله خيال، اتشرفتونا ونورتونا النهارده، بتمنى لكم التوفيق طول ما انتم بتعملوا امور ايجابيه لخدمه مصر، وفانتوا شباب مصر اللي بجد اللي احنا بنحترمهم. شكرا ليكم. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، اعتقد ان احنا محتاجين كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. ليه؟ علشان خاطر نتقدم بنفسنا ونتقدم ببلدنا، بلدنا تتقدم بشبابها اللي قاموا بثوره عظيمه هي ثوره 25 يناير. اتمنى تكون حلقه النهارده نالت رضاكم وعجبكم. ما تنسوش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد 2 الساعه 5 للساعه 6. بشكر كل سنه مشاهدين، وبقول لكل الشباب